السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. فياجرا، سيالس، ليفيترا. المنشطات الجنسية ثلاثة المعروفين، فياجرا، سيالس، ليفيترا، دول الثلاث منشطات المشهورين في السوق. طبعا في منشطات كتيرة جدا، بس احنا بنتكلم على أكتر ثلاثة مشهورين واللي ليهم براند نيم مسجل تبع شركات كبيرة عالمية، فياجرا، سيالس، ليفيترا. وطبعا الأقدم فيهم كلهم هو الفياجرا، وبعدين ظهر بعد كده السيالس والليفيترا. والسؤال كتير أو بناس بتسأل، أو بعض الناس بتسأل تقول لك إيه، أنه أستخدم أنه أحسن، ده ولا ده ولا ده؟ خلينا كده بسرعة نرجع ندي نبذة صغيرة قوي عن كل واحد منهم ونشوف، لأن كل واحد منهم بيناسب شخص معين. فأما تعرف كل واحد منهم بيشتغل إمتى، بيبتدي شغله إمتى، وبيستمر قد إيه، وإيه مضاعفاته أو إيه مشاكله، يمكن ساعتها تقدر تختار وتعرف إيه الأنسب ليك من الثلاثة دول. فخلينا نسمع شوية الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. غالبا ما يسأل هذا السؤال، ما هو الأفضل بين الثلاثة المشهورين، فياجرا، ليفيترا، والسيالس؟ والحقيقة لا توجد إجابة بسيطة محددة على هذا السؤال، لأن الأمر يعتمد على أمور كتير، منها الشخصي، حيث يجد البعض، بعض الرجال طبعا، واحد من الثلاثة يناسبهم أكتر من الثاني. يعني لو أنت مجرب الثلاث أنواع، بعد فترة تلاقي نفسك مرتاح مع نوع أكتر من التانيين. ومع ذلك في شوية اختلافات بين الثلاثة، وكل نوع له صفة معينة تميزه عن غيره. فناخد نبذة عن كل واحد منهم، ومن خلال هذه النبذة هتعرف إيه هو الأنسب ليك. في نهاية الفيديو تعرف إيه الأنسب ليك، فاستمر في مشاهدة الفيديو. الفياجرا، الفياجرا هو الأكثر شهرة بين الثلاثة لأنه الأقدم في السوق، ظهر في السوق من حوالي أكثر من 16-17 سنة، ومع الزمن اكتسب شهرته بين الناس، ومن صفاته أنه يعمل خلال ساعة واحدة من أخذه، بعد حدود الساعة ومش أقل من نص ساعة. ومن الأفضل، ده صفة تانية، تناوله على معدة فارغة، يعني مش تاكله تاخده بعد الأكل، ويستمر مفعوله قد إيه، بيشتغل من 4 إلى 6 ساعات، ده فياجرا. وتم تطوير الفياجرا وتسويقها زي ما احنا عارفين من شركة اسمها فايزر، وتنتها محتفظة بحق إنتاج هذا الفياجرا لحد سنة 2013، وبعد كده انتهت صلاحية براءة الاختراع ليها، وأصبح السوق مفتوح لشركات أخرى لإنتاج الدواء بأسماء أخرى غير الاسم التجاري فياجرا، وكلها بتستخدم الاسم العلمي سيلدينافيل. وطبعا المنتجات الجديدة دي كلها أرخص بكتير. الليفيترا، المنتج الثاني، الليفيترا المنتج الثاني بعد الفياجرا، ومفعوله بيستمر زي الفياجرا 4-6 ساعات. والفرق الرئيسي بين الفياجرا والليفيترا ان الاخير ده الليفيترا اقل تأثرا بالطعام، وبالتالي ممكن تناوله حتى لو انت واكل. ثالث حاجة السيالس، السيالس يختلف شوية، هو الدواء الثالث، ومفعوله بيضم اكتر من الاثنين اللي قبليه، اكتر من الفياجرا والليفيترا، وبيستمر حوالي 36 ساعة، وده يمكن السبب اللي بيخلي الرجالة يحبوا السيالس. ولكن له جانب سيء، وهو ان الاثار الجانبية اكتر، هو زي ما بقولنا مفعوله بيدوم اكتر شوية، وبالتالي الاثار الجانبية بتدوم اكتر شوية من البردو الفياجرا والليفيترا. ويشبه الليفيترا بانه ما بيتأثرش قوي بالأكل، يعني ممكن الواحد ياخده بعد الأكل، بس يفضل يكون على معدة فاضية. ده الثلاث أنواع من المنشطات الجنسية. يبقى الفياجرا والليفيترا بيشتركوا في النوم، بيشتغلوا لمدة 4 إلى 6 ساعات، لكن السيالس بيشتغل لمدة 36 ساعة. الفرق بين الفياجرا والليفيترا ان الليفيترا ما بيتأثرش في الاكل، وبالتالي الواحد ممكن ياخده بعد الاكل، لكن الفياجرا لازم تكون على معدة
فاضيه. اما الثالث بالرغم ان مدته طويله لكن في نفس الوقت مده المفعول بتاعته صحيح طويله 36 ساعه، لكن في نفس الوقت الاعراض الجانبيه برضو اشد من النوعين التانيين. دلوقتي بقى هقول لكم امتى تستخدم الفياجرا او الليفيترا او السيالس. مثال يعني عملي على هذا الوضع ده، لو افترضنا ان الثلاث حاجات ثلاث انواع من الحبوب موجودين عندك في الدرج. لو انت مثلا الصبحيه ورايحه الشغل بتاعك وليك شقك على لزوجتك بعد ما ترجع الظهريه وعندك ايلوله ثلاث ساعات مثلا او حاجه زي كده، فممكن في الشغل الصبحيه الساعة 10 11 تقدر تاخد ايه حباية السيالس لانها بتشتغل بعد ساعتين ثلاثة، على ما تروح البيت وتتغدى يكون مفعولها بدأ مفيش مشكلة. لكن لو روحت البيت وفي الطريق جالك الشوق، فاول ما توصل البيت وقبل ما تتغدى تاخد حباية ايه انسب حاجة فياجرا من غير اكل، هتشتغل بعد ايه نص ساعة اقل من ساعة وعندك البراح من الوقت ساعتين ثلاثة. طيب لو نسيت واكلت الغد تعمل ايه؟ ما ينفعش تاخد الفياجرا وما تنفعش تاخد السالس، لان السالس على ما يبتدي مفعولها تكون روحت الشغل رجعت تاني الشغل بعد الظهر بعد الساعه 4 ولا 5. يبقى اذا قدامك خيار مين؟ الليفيترا. الليفيترا ما بيتاثرش بالاكل ومفعوله سريع زي الايه الفياجرا، ففي هذه الحاله تاخد الايه الليفيترا. مثال تاني، لو انت مروح البيت وصبح مسافر الصبح، ينفع تاخد السالس؟ ما ينفعش، لان السيالس هيستمر ل 36 ساعه ملوش عوزه، واخدين بالكم؟ وفي نفس الوقت انت عايز تنام وترتاح عشان صبح مسافر لك اسبوع ولا حاجه، فعايز ما تستناش لما يبتدي مفعول السيالس. فاذا في هذه الحاله عندك خيارين، يا تاخد الفياجرا يا تاخد الايه الليفيترا. تاخد الفياجرا امتى؟ لو ما كنتش خدت اتعشيت. تاخد الليفيترا امتى؟ لو كنت اتعشيت. ده كده ازاي تاخد اني نوع من الحبوب تاخده، ده لو الثلاثه متوفرين عندك في درج المكتب، لكن لو ما فيش وفي نوع واحد خده بقى وامرك الله وربنا يقويك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.